وللحديث أكثر عن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد العزيز صالح. أهلا بك معنا سيد عبد العزيز. السلام عليكم، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سيد عبد العزيز. في تصريح صحفي لحركة حماس حيت فيه صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مواقع وخطوط التماس المشتبكة مع الاحتلال الإسرائيلي، هل يفهم من هذا التصريح أنه رسالة للداخل لإحداث عملية إرباك للاحتلال ربما؟ نعم، أهلا ومرحبا بكم. في البداية طبعا احنا بنوجه تحياتنا لإخواننا وأهلنا الصامدين في القدس وفي الشيخ جراح، وطبعا بنوجه التحية لكل اللي لبوا نداء الأقصى والتصدي لهذا العدوان اللي بقوده قيادات إجرامية، قيادات متطرفة في الكيان للاعتداء على المسجد الأقصى والشيخ جراح. الآن وعود حركة أو يعني دعوة حركة حماس هي تأتي في إطار تشتيت قوات العدو من باب الإرباك أو من باب إرباك قيادة العدو. وإذا ما يعني فعلا حدث هذا الأمر وخرج عدد كبير من أبناء الضفة الغربية والقدس والثمانية وأربعين للاشتباك مع العدو، فإن حقيقة نقول أن العدو سيكون في ورطة حقيقية. نحن نعلم أن جيش الاحتلال يعاني من صعوبة في وضعه في التعامل مع الفلسطينيين، وكذلك في صعوبة في التعامل مع نقاط المواجهة الكثيرة مع أبناء الضفة الغربية والقدس والثمانية وأربعين. إذن دعوة حماس هي دعوة استراتيجية مهمة وجديدة في الصراع الصهيوني الفلسطيني، وإذا ما بالفعل يعني حدثت فسيكون لها نتائج مهمة وكبيرة ولها تأثير على سير الصراع بين الفلسطينيين والعدو. نعم. أمر آخر أنه أهمية هذه الدعوة أنه إحنا منذ سنوات لم نشهد توحد وتوافق في المقاومة تحديدا بين الضفة الغربية وغزة والقدس على قضية المواجهة والتوحد يعني في مواجهة العدو في نفس اللحظة وبالتوافق الكبير. نعم، بيان حماس أكد على أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف، يعني هل تظن أن هذه المعادلة الآن باتت أو لربما تجدي نفعا مع الاحتلال الغاصب؟ إحنا يعني أنا كمتابع صحفي وإعلامي ومتابع للشأن الصهيوني بشكل جيد أرى أن المقاومة أولا لا ترغب بالتصعيد، وهي أصلا يعني أو بالأصل دفعت إلى هذه المواجهة بسبب تمادي العدو في استهداف المقدسات. الآن تصريح حركة حماس إنه إذا تمادى العدو في استهداف المنازل فإنه سيكون للمقاومة مفاجآت وسيكون رد حاسم وقاسي. طبعا هذا الرد حسب ما فهمنا من الناطق او الناطقين باسم حركة حماس انه سيكون غير مسبوق. الان هذا التصعيد يعني احنا نرى انه سببه تخبط العدو في آلية التعامل مع الفلسطينيين بسبب الأزمات الكثيرة اللي بيعاني منها العدو الصهيوني. ومن أهم هذه الأزمات إذا إحنا خلينا شوي نعلق على الوضع في الكيان، إنه الأزمة السياسية اللي بتعصف في الكيان، وإحنا بنلاحظ إنه الآن منذ سنتين والعدو داخل في أزمة سياسية، أربع انتخابات لحد الآن لم ينجح نتنياهو وقيادة الأحزاب الصهيونية في الكيان لتشكيل حكومة، ومن الواضح أننا أو أن الكيان ذاهب إلى انتخابات خامسة، ويعني وتطرف بعض أو يعني زاد في التطرف بعض المحللين أنه الانتخابات الخامسة ستكون تجهيز لانتخابات سادسة كناية عن الأزمة التي يعاني منها المجتمع الصهيوني
في الشقه الآسيوي. نعم. أزمة أخرى هي الأزمة العسكرية سيد عبد العزيز وترهل الجيش. نعم. بس عفوا يعني والأزمة الاجتماعية والعنصرية داخل المجتمع وبإضافة للأزمة الاجتماعية. إذن الوضع في الداخل الصهيوني هو حالة من التراجع والانهزام والتفكك على كامل أصعده بشكل عام يعني. نعم. إذن الصحفي الفلسطيني عبد العزيز صالحة كنت ضيفا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.